نروح بقى نبدأ مع أهم أخبار الأهلي وفايلر حرس على توجيه بعض اللاعبين قبل بداية المران، وكذلك طبعا تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وتحديد بعض الأمور الفنية كالعادة استعدادا لعودة النشاط اللي توقفت عدة أشهر بسبب فيروس كورونا. طبعا حضراتكم عارفين الأهلي عنده مباراة مهمة يوم 9 أغسطس أمام إنبي في الدوري، وكمان بيستعد لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر الجايين. تمرينة النهاردة سارة كانت تمرينة مهمة جدا، ويبدو حتى أنه رغم الابتعاد في حالة تركيز شديدة جدا في الفريق. فايلر النهاردة كان ليه جلسة جمعت بينه وبين محمود كهربا، اتكلم معاه في بعض الامور الفنيه واداله بعض التعليمات اللي محتاج من كهربا انه يركز عليها وعلى تنفيذها في الفتره اللي جايه. بعد جلسه كهربا واجتماع كهربا كان في جلسه ثانيه جمعت ما بين فايلر وبين ثنائي الفريق المحترف جونيور اجايي وجيرالدو. الحقيقه اتكلم فيها فايلر مع الاثنين اللعيبه على بعض النصائح وبعض التعليمات برضو الفنيه اللي مطلوب منهم ان هم يركزوا فيها الفتره اللي جايه عشان يقدروا ان هم يطوروا من مستواهم. كمان يا احمد، توماس بينكل مخطط احمال الفريق قاد اللاعبين النهارده في فقره تدريبيه بدنيه تاهيل في بدايه المران، وادى طبعا اللاعبين يعني جانب من التدريبات البدنيه والجري حول الملعب بالاضافه لفقرات متنوعه من التدريبات البدنيه بالكوره. فايلر كمان قرر ان هو يمنح اللاعبين راحه سلبيه من التدريبات لمده 48 ساعه هتبدا من بكره الجمعه على ان يعود الفريق لممارسه التدريبات بشكل طبيعي يوم الاحد اللي جاي. تمام، خلينا نروح بقى اخر تطورات اخر تمرين لفريق نادي